السلام عليكم متابعين معتزم طول لطوارئ وافاعي القدس. اليوم راح تتقبلوا هذا الفيديو كيف ما كان. كيف يعني؟ لانه التصوير مع المرافق اللي هو اخوي عبود مش معي اليوم، راح اصور لحالي. طبعا دائما بنبلش يعطيكم العافيه للجميع باسم طوارئ وافاعي القدس معتزم طول. وطبعا اخوان بعرفش ان شاء الله هذا الفيديو يطلع حلو، ولا تنسوا دائما اللايك والسبسكرايب والدعم على القناه اليوتيوب. طبعا بعد اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم بسم الله الرحمن الرحيم رح نبلش بالتعليقات اللي بتجينا من اليوتيوب، المتطلبات اللي المتابعين بطلبوها. بروح لاول تعليق، ايش هو اللي هو معتز صور لنا غرفه الزواحف الموجوده عندك، واجاني تعليق انه صور لنا القطط الموجوده عندك. خلصنا من القطط امبارح، نزلنا فيديو عن القطط رغم انه التصوير كان نص على نص. انا بتمنى دائما التصوير يكون واضح، ولكن متابعيني الاعزاء بدكم تتحملوا الفتره هاي لانه الطرق مسكره، وعندنا الله يشفي الجميع بوباء الكورونا ما في امكانيات انه انا اصور بالكاميرا العاديه، فبضطر على الجهاز الخاص اللي هو الجوال لانه الكاميرا خربت وبالتصليح. نشوف كيف التعليق اذا وصلني التعليق، وهذا الفيديو بدنا نوصله للي حط التعليق برضه ايش الزواحف الموجوده معي، ويلا معي على التصوير. طيب اخوان بعد ما وصلنا على التصوير نشوف ايش في زواحف. طبعا الديدان المير روم تعتبر من الديدان المهم جدا لمربين الزواحف، لانه هاي غذاء للزواحف، بتخرج دودة مثل القرز، هاي غذاء للسحالي للعناكب للعقارب. نبلش من عندهم بعدين احنا نيجي لو جينا على الصندوق هذا، نيجي نحكي ايش في بالصندوق هذا. طبعا هذول افاعي بلاستيك ما تخافوا منهم. نيجي نحكي مثلا افعى البوها، طبعا افعى جميلة جدا. طبعا مهم جدا اي افعى انه يكون عندها حرارة، يكون عندها ماي، والغذاء وفير دائما. فهي شوي شايفين كيف تنفخ. هاي هي أفعة البوا، طبعا طفرة السيراميك. شوفوا كيف هاي بالنسبة لأفعى البوا. نسكر عليها. اهم اشي انه انت تكون متمكن من تسكير على الزواحف، لانه هاي زواحف بتضل تدور كيف تخرج من الصندوق او البوكس. طبعا لنيجي مثلا عندي هون السلاحف، وقولوا لي انتو ايش حبيتوا اكتر اشي بغرفة الزواحف. السلاحف السودانية هاي اخوان مش سلاحف عادية، هاي اللي بتصير حجم كبير، بقدر لما تكبر اي ولد يكبر يركب على ظهرها. هاي السلاحف حلوة كثير، طبعا توصل ل 100-150 دولار سعر الحبة، انه هاي السلاحف بعدها صغيرة بتكبر كمان بتصير حجم كبير كبير. لنيجي نوصل هون، شوفوا هالكائن محلى. راح انا هذا الكائن اعمل لكم شرح خاص عنه. طبعا هاي اللي هي السحلية المبتسم، شوفوا كيف بقدر يعني بقدر انا احملها بايدي ما عندي مشكلة. طبعا هاي كثير بتيجي بالافلام الكرتون. طبعا هاي بتتغذى على الديدان اللي بلشنا فيها. طبعا هاي السحلية من اروع المخلوقات عندي طبعا، وجميلة جدا. شوفوا كيف بحكولها السحلية المبتسم. طبعا وهاي بقدر اي حدا يشتريها، وبقدر اي واحد ينتج منها. الانتاج منها سهل جدا. تعال نرجعك محلك.
لنيجي كمان ننتقل على اللي بعده. لنيجي على اللي بعده نيجي نحكي عن الصراصير بأنواع. طبعا أنا عندي نوعين ثلاث. طبعا هاي الصراصير تعتبر من أكبر الصراصير الموجودة بقسم الزواحف الموجودة عندي. طبعا هاي بربيها كمنظر مثلا توعية لإشي، فعالية مدارس إشي زي هيك. طبعا نيجي ننتقل للي بعده على السريع إخوان. طبعا في عنا كثير زواحف بالمزرعة ومحلات تانية، هاي الموجودات بالقسم البيت اللي هو الورل السافانا الأفريقي. طبعا هذا يعتبر الورل السافانا الأفريقي برضو جميل جدا وبوصل لحجم نص تمساح، وطلعت فيه بفيديو لحال. طبعا هاي افريقي اسباني اسباني استرالي تمساح النيل طبعا هاي مزحة، كوبرة الهند تخدوش فيهم هدول الاشياء مزحة. طبعا لنيجي بعديها نكمل اول اشي على قسم الزواحف اللي هو التنين الملتحي، برضو طلعنا فيه فيديو التنين الملتحي. التنين الملتحي زاحف جميل جدا موجود عندي برضو، بيمتلك حنية وصداقة مع البشر مش طبيعية. طبعا هذا زاحف جميل جدا بالنسبة لإلي، صديق للبشر. طبعا راح اخليك شوي هان لانه تلزمني بصور بالشكل هذا، ونحط السلاحف. نحط السحلية هاي هيك. شايفين كيف حلو المنظر كتكوت. طيب نيجي ننتقل للي بعده اللي هو نيجي نحكي التايجو الأرجنتيني بلاك، بحكوله بلاك. طبعا بوصل لمتر متر وشوي. طبعا هذا زاحف جميل ولكن عندي يا شرس، بتغذى على فيران على بيضة طيور، بتغذى كمان على كثير أشياء. طبعا التايجو زاحف جميل جدا زي ما انتو شايفينه، بده ترويض بعد يعني ما اشتغلت فيه لأنه جديد موجود. طبعا لسانه مثله مثل الأفعى، بيشتم عن طريق اللسان أو بيجذب الفريسة عن طريق اللسان، وبيعرف إنه في فريسة. سريع جدا سريع جدا بالمشي ما شاء الله. لنيجي نحكي عن قسم الأفاعي الموجود عندي. مرحبا كيف حالك؟ المهم هاي الأفعى بحكولها الكاريخان تيراس أو أفعى الكاريخان أو الكورن. طبعا هي أفعى غير سامة، تعتبر من الأفاعي الجميلة جدا الموجودة عندي. أفعى جميلة جدا، شوفوا ذنبها بصدر صوت، بتعمل حالها زي أفعى الجرس. شايفين كيف؟ نيجي ننتقل للي بعده. مهم جدا إنه إحنا نقفل عليها لأنه هاي زواحف بتحب كثير تمشي. طيب نيجي ننتقل للأفعى الشبكية السبايدر. طبعا هاي أفعى شوي شرسة يعني ممكن أكل عضة أثناء التصوير. طبعا هاي الأفعى السبايدر الشبكية طبعا تتملك أسنان ماضية، قد ما حاولت أروضها مثل الباقي ما
دايما صعب ترويضها. شوف كيف بتنقل. طيب ونيجي نتكلم عن الأفعى، البوا، الديل، الملكي. طبعا هاي أفعى ضخمة، شوفوا قديش قاعدة بحوضها طبعا، وهي تعتبر طويلة يعني قدر طولها 2 متر وإشي. فوتي جوا، هاي الأفعى البوا، الديل الملكي. ونيجي نحكي على البول بايثون النورمال. طبعا هاي البول بايثون النورمال أفعى برضو جميلة جدا، بوصل لطولها لحد 1.5 متر تقريبا، 1.60 متر، 1.70 سنتي. ونيجي نتكلم عن برضو أفعى البوا، طبعا هاي أنثى حامل، ضيللها ما يقارب 20 يوم أو أقل حسب، إن شاء الله على خير. ونيجي كمان نتكلم عن الأفعى برضو البوا، ولكن هاي بوا لون تاني اللي هي بوا السلمون، لأن البوا بيجي منه بيجي منه ألوان عديدة. كان هون في أصالات الدم نزلت مع المزرعة. طبعا أنا بالنسبة للأثواب الأفاعي بتغير عندي، بحطها هيك لما تنشف، بعد ما تنشف أنا بضبها بحتفظ فيها. هاي الأفاعي والزواحف اللي أنا حاطها في البيت اللي أنا بهتم فيها جدا، غير المحطوط عندي بخارج البيت بالمزرعة، إن شاء الله راح نعرض لكم إياها. أهم إشي دائما إذا عجبتوا باللايف التصوير تحطوا بكومنت. طبعا في عناكب وفي عقارب زي ما انتم شايفين، ولكن في أشياء سامة. خلينا نرجع كل شيء محله. تعال وهيك وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، يعطيكم ألف عافية، ولا تنسوا اللايك والكومنت والشير ودعم القناة لنستمر في نشر المزيد. السلام عليكم.